بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم في قناة أم دودي. لكنت أول مرة تشوفوا القناة اشتركوا، فعلوا الجرس ليصلكم كل جديد مع لايك إن أمكن، وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في قناة أم دودي 2. وصفتنا لنهار اليوم هي مخبوزات أيضا. راح اليوم نعطيكم طريقة وبس بالفرينة حبيبات اللي موجودة في البيوت تاعكم، الفرينة البيضاء العادية، خبز سويسري سويسري أبيض لفطور الصباح. سويسري سويسري سوري دي سويس سويس، فوالا. طريقة سهلة بسيطة، مكونات موجودة في كل بيت. راح نعطيكم طريقة، راح نديرها ديرها بيديا. نبداو في المقادير إن شاء الله. عندنا 2 ملاعق حليب غبرة، ديروا لحظة لكن عندكم لحظة كاينة لحظة، 2 مغارف كبار، 2 مغارف كبار سكر، ملعقة أكل كبيرة خميرة فورية، ملعقة شاي ملح، 2 ملاعق هي نورمالمون مارغرين، أنا درت زبدة ما عنديش مارغرين، 2 ملاعق زبدة. جست نعم نعم شاي. بونجور السلام عليكم. une cuillère de chai c'est café c'est la même chose. ملعقة شاي قالت لكم ناريمان، وملعقة شاي وملعقة قهوة هي نفس الشيء، نفس الطريقة، نفس الشيء فوالا. عندنا كاس ونص ماء دافئ، كاس 240، وعندنا هنا كيل تم 4 كيسان فارينة 240 الكاس طبعا. وعندي 2 مول، انا راح ندير في لي مول هادو، وراح ندير نحط دي مول خلاف، انت المول اللي عندك مستحسن نشوفو كاش مول هكذا يكون باهي. نو ماشي كيسيون باهي، لاش المول تاع الكيك هذاك الطويل يجي مليح كيما نقصوه، المهم تجيش حاجه قرصه هكذا. المهم حبيبات راح نعطيكم لا تكنيك، حاجة سهلة، حاجة بنينة، حاجة راقية وبسيطة في نفس الوقت. سريحة سيدي، سريحة كسريحة، سريحة سريحة وي سريحة سريحة تو العجائن دايما سريعة. الي نبداو كل كما كل مرة، نحطو قليل من الماء الدافئ، باه نديرو لوفان تاعنا، ولا ماشي لوفان لو فغي لوفان، ماشي نفس يعني اللي نديرو، بصح الطريقة تاعي كيفاه نخمر الخميرة تاعي. نبداو الخميرة الفورية، نجيب السكر نحط قليل وبعدنا نحط كلش، حليب حاجة نحط كاملة. عطينا الماء سباتيول ماما، نشطح لي لهنا، نحط قليل من الخميرة من الفرينة مزيانه لي مال هنا معايا سورفيتو كل الخميره رديت ملح وملح بتاعتو دي فوا الزبده سي دو شيكولا شيكولا سي دو زبده. المهم حبيباتي الماء والفرينه سورتو الماء تتحكموا دائما، كي تزيدوا شويه ماء في المعجائن، نصيحه كي تزيدوا شويه ماء وشويه فرينه ما راحش يضر في الوصفه. المهم كون تزيدوا كاس ولا نصف كاس فرينه ولا الماء بزاف ويجرى ولا لا كاين مشكل في الوصفه، بصح كي تعدوا تاجيستيو في الوصفه تاعكم بقليل من الماء وقليل من الفرينه تاكدوا بلي الوصفه تاعكم راح تجي ناجحه. انا نخلي هذا الخليط تاعي يخمر ونبداو نحضروا في الخبز السويسري تاعنا، وراح نعطيكم نصائح حبيباتي لتحضير انواع الخبز. الان بعد ما خمرت الفرينه تاعي راح ننزل الفرينه كامل. بسم الله نريمان ماما تفضلي، سكر لي بقى، حليب لي بقى، ملح، الآن نستعمل يدي هذيك زبدة من بعد. بسم الله نبدأ بالعقل،
نبدا نزيد في الماء بالتدريج، الماء تاعي راه دافيه. النصيحه الاولى حبيباتي لنجاح الخبز، اي خبز، المخبوزات خاصه الفرنسيه، اللي باه نقول لكم ما يديوش العجين، لازم يتعجنوا اموا 5 دقائق ولا 10 دقائق باه تجي من الداخل، تجي لا مي تاعهم هذيك البابه هذيك تاعهم تجي خفيفه. غتكون ما تعجنيش يجيك ملبص وما يجيش فيه الحبات هذوك مهوي مهوي كيما نقولوا حنايا. هذه ديجا نصيحه اللي تجي اي اخت تقول لكم خلطوا هكذاك وحطوه يطلع ويدير، لا حبيباتي اعجنوه، لا في المرحله الاولى خلطوه بركه وخليوه يطلع كما راح ندير انا دوك. ندخل مليح زيت الماء، والعجينه ما لازمش نقطعوها، لا لازم غير نخلطو هكذا. لا العجينه تاعي راهي تلصق في يديا، يعني الكاس ونصف تاعي، وانتي وحسب الفرينه تاعك لا كانت تشرب ولا لا لا، خاطر راح نزيدو نحطو الزبده، وراح نزيد العجينه تاعنا تطرى شويه تاع تخاف. فوالا شوفوا كيف حصلت في يديا. تبغون فرينه ولا بديتو كي كمل خلاص؟ شوف انا راح ندخل دابور الزبده هنا، ومن بعد نحط التابي باه نعجنها، ونعطيكم طريقه العجن تاعها. نحط نقولوا مارغرين، انا عندي غير زبده، ندخلو حبيبتي. لكن ما عندكش المارغرين ولا زبده ما تحطيش، ما تحطيش، النتيجه راه يجي المهم تتبعي الخطوات تاع العجين تاع الخبز. شفتي كيف ندير هكذا، نجي من برا وندير الداخل. وام دودي هبلتنا بالمخبوزات، نظن المخبوزات مهمه جدا. درك نحط الطابي تاعي هذا، نخليه تجيه ونرجع لكم. شوفوا حبيباتي ها العجين ماشي هكذا هكذا، وكاينين اللي هزو يديرو له هكذا كيما كنا ولا هكذا يديرو له هكذا. شفتو في لابلونج غير هكذا يدير له. فوالا حنا نكملو هكذا، نديرو هكذا. انا نكمل 5 دقايق، اللي تحب على حاجه، يعني اللي تحب حاجه نتيجه مليحه تتبع النصائح. الاخت اللي زربانه وحبت تزرب ديرها حبيبتي، ما نضمنلكش النتيجه. تجيك حاجه خفيفه، حاجه مليحه مع الصباح، تفطري بها بالزبده ولا بالمعجون. هذاك جو حليب، هذاك جو حليب كيما هذاك اللي درنا المره اللي فاتت، راه ما بقاش. اه وي ولا توم وانا مونجي، يعني جا روعه. ميم كون تو مي او كوجيل احس الوقت تاع برا، يعني روعه ما شاء الله. شوفوا هنايا لاحظتهم المخابز تاعهم يديروا هكذا العجينه، يبقاو يعجنوا 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 فيها. شوفوا هكذا حتى ومن بعد يديروها هكذا، ويشوفوا هلا هنا مازال تطلب العجينه، تطلب العجين اونكول العجين هاي تفتت، لازم تجي كوموندونتيل كيما نعطي لكم الخطره اللي فاتت. انا نكمل حبيباتي في العمليه هذه، ونحطها في البول تاعي تطلع تخمر الخمره الاولى، ونرجع لكم ان شاء الله. يعني بعد ما طلعت خميره ولا دوبلي دو فوليوم، نخدمه بشويه فرينه، جي بي هكذا الخدمة تاع العجين تكون هكذا. وي تكسل وي
نجيبو هكذا. تلصق في اليدين شوية فرينة، نعاودو نهبطوها. تا ديسوندو لو خمور، لو خمور خمور صافي صاي هبطناه. نعاودو نفس الشيء، لا تكنيك هذي تخي امبورطونت. هكذا لو بلياج، لو بلياج سمعي فيها كما قالتي لي بول اون ديغي شوين غوم باش سي با كتبي. فوالا الان راح نقسموها الحمد لله انايا زوج في هذا ونحط في واحد مول اخر. ديروا نفس العمليه راحين نخليوهم يخمروا. انا غادي نحطها في مول اخر، راحين نخليوهم يدوبلو فوليوم ونحطوهم في الفرن يكون مسخن 10 دقائق على درجة 200 درجة مدة 30 إلى 35 دقيقة حسب حبيبتي انت وحسب الفرن تاعك. فوالا ننتقاو ننتقي في صحن التقديم. فوالا وصلنا لنهاية وصفتنا لنهار اليوم والنتيجة اللي تحصلنا عليها على الخبز السويسري لنهار اليوم اللي بالسميه الخبز الأبيض. شوفوا حبيباتي النتيجة، هنا حطينا لكم مع اللي حبيت ناريمانة حطيت مع الفروماج، تقدري مع الصباع تحطي معاه الكونفيتير ولا زبدة لك الاختيار. نهزوا طرف شوفوا حبيباتي كيفاش ما شاء الله، تقدري تاخدي طرف فروماج وتاكلي بيه. تابعوا النصائح اللي قلت لكم عليها حبيباتي باش تحصلوا على خبز ايغي كيما هذا، واللامي تاعو بنينه وخفيفه. شوفوا هنا ما شاء الله، شوفوا شوفوا النتيجه رائعه. نتمنى وصفتنا لنهار اليوم تكون عجبتكم. نلتقي ان شاء الله في فيديو قادم. هذه وصفة اليوم، اذا اعجبتكم اعملوا لايك، فعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. الى وصفة جديدة ان شاء الله.